السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده بديل حلو قوي عن الميد جورني، ومثل ان هو مجاني واوبن سورس والحاجة يعني تقدر تعدل فيها براحتك. وزي ما انت شفت احنا ممكن ناخد اي كلام ونحطه ونقول له جنريت ايمج، يبدأ يعمل لك الصورة ديت. ولو انت كتبتها كذا مرة او حد تاني كتبها بيجيب لك صورة مختلفة تماما عن الصورة الاولانية. ممكن تقول له مثلا انا بفكر في صالون مثلا من العصر العثماني، عايز حاجة حديثة، عايز هو يبدأ يعني يكون لك الصور دي تغذية بصرية. بدل ما انت عملت دور في جوجل ده يجيب لك صور ممكن ان انت تستفاد منها في التصميم. فهي أداة وليست هي المصمم. عمل لنا الصورة الجميلة ديت خاصة بالوحدات بتاعة توليد الطاقة الشمسية في وسط غابات. الجميل ممكن تدخل هنا تقول لك ان ده اوبن سورس، وان انت تقدر تحمل البيانات اللي هم جمعوها الفترة اللي فاتت ويتطور فيها. طبعا مساحتها كبيرة فعشان كده عاملها تورنت. تمام، تقدر ان انت تعمل موقع خاص بيك لان دي اوبن سورس، دي قوة الاوبن سورس.